نحن نقابل الأستاذ أو السيد حسني خليل، هو من منيارة يعيش في أستراليا. ده لك بأستراليا 50 سنة؟ ليش جيت على أستراليا؟ ما في عندنا شغل. كنت صغير، كنت أعزب، كنت متجوز. شو متجوز كنت وجبت العيلة وجيت لهان؟ وكيف لقيت أستراليا من 50 سنة؟ كان فيها كل هالأشياء اللي موجودة هلأ؟ لا. شو كان ناقصة أستراليا وقت جيتوا أنتوا حسيتوا حالكم بغربة؟ شو؟ ناقصة شيء. كل شيء، ما في شيء. طب وين سكنت لما نقلت على جيت على أستراليا؟ كانتبري. والله. وكيف كنت تتفاهم مع الناس؟ تعلمت إنجليزي بعدين؟ يعني. طب بالأول كان في أمين مترجمين؟ كانوا يجيبوا لكم مترجمين؟ كان من زمان، والله من 50 سنة. طيب وشو الأشياء الحلوة اللي حبيتها بأستراليا وكانت مفقودة عنا بلبنان؟ يا شيفتي. يا شيفتي، يلا قلنا كم شغلة عن أستراليا. عم بحكي من 50 سنة أول ما وصلت. شو كان فيه؟ وصلتنا لقينا شغل. لقيت شغل، اشتغلت. قد اشتغلت لكم سنة اشتغلت؟ 23 سنة. والله الله يعطيك. شو اشتغلت؟ بالحديد. وبعدين تركتها خلصت وأمنت حياتك وكبروا ولادك؟ جوزني. الله يعطيك العمر يا رب. طيب خبرني شوي، هلا إذا خيروك كنت ترجع على بلدك لبنان أو دلك هوني، شو كنت بتعمل؟ ما بخيروك، بخليك هون. هيك، لأنه هون الأمان والاستقرار والسلام بأستراليا. طيب شو الأشياء اللي صارت جديدة خلال 20 سنة مضيت ما كانت موجودة بخمسين سنة؟ مثل شو؟ صار في محلات عربية كتير، منتوجات عربية، شو صار؟ ما كان في هالمنتوجات. ما كان في، ما هلا صار في عنا كل شيء. ما ها؟ رحت شي رجعت على لبنان شي مرة؟ زرتها؟ أربع مرات. شو لقيت الانطباع هونيك لما رحت؟ حسيت حالك ببلد غريب عنك والبلدك اللي كنت ربيت فيه أنت بالأول؟ لا تانيك نفسي مغيرة. مغيرة، ما هيك غير عن أنت ما ربيت فيه. أنت تركت، كان عمرك قديه؟ ده كان عمرك لما كنت بلبنان وجيت لهون؟ 20 30 30. يعني بتعرف الأشياء المميزة بلبنان وكيف لفقدوها بعدين، ما هيك؟ طيب شو بعد انا مرحت اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ربع مره، شو قلت؟ الحمد لله اللي انا موجود باستراليا. ربع مره رحت اضطريت مرحوم خي الله يرحمه وتعيش يا رب. رحت علي اني مالي قلت كل شيء مغير حتى القريبين. نفسيه كلها مغيره، ما ها غير ما انت كنت بالاول، ما ها؟ ايوه. كل واحد لحوله، عايش لحوله لمصلحته بس، ما ها؟ أبداً. طيب هلا انت هون باستراليا كيف بتشعر الشعب العربي؟ كيف عم يتعامل مع الناس مع بعضهم؟ هل في اخوه؟ هل في محبه؟ هل في صداقه مع بعضهم بهالبلد؟ في ما ها؟ في لسه ما زالت الحمد لله. لا عم يشعروا مثل كانهم بدهم يعيشوا ببلدهم ونقلين كل هالاشياء الحلوه على استراليا، ما ها؟ نقلوها ما ها. طب شو بتخبرنا هيك شغلة حلوة حصلت معك بأستراليا وانبسطت فيها كتير؟ شو أشياء حبيتها بأستراليا وقلت الحمد لله أني أنا كنت موجود بأستراليا؟ الحمد لله. المستشفيات، الصحة، إذا صار لك شيء، والرعاية، والعيشة الكريمة. بنتي موجود. يعني الحمد لله اذا واحد كبر بهالبلد ما بيعتز حدا، ما ها؟ الحمد لله. انت ليش جاي بكير اليوم على بانش بول وقاعد هيك القعده؟ ليه؟ فسح شوي. طيب مانك بتروح مع جمعيات بكزدروك، مشترك مع حدا، بياخذوك بالباص كل مره بالاسبوع مثل ما بتامن استراليا للعالم المسنين؟ ما قالك مرو؟ ما لا، تقابل ناس مثلك بنفس العمر بتحكوا بتتسلوا بتشوف مناطق باستراليا، ما قالك مرو؟ امبارح انا تعبت جديد. والله مبروك. كوميشن هاوسنج كوميشن حكومي. يا بيت تبوي العريض. والله برانيو. الحمد لله. الحمد لله. قد ايه لك مقدم على هاوسنج كوميشن؟ زمان 4 شهور.
بس وبيت طويل عريض في اي منطقه؟ مبروك مبروك. اعطوك اياه لحالك ولا مع العيله؟ لحالك. مبروك. هلا مؤقت ولا كوميونيتي هاوسينج ولا بعدين عطول؟ الف مبروك، ان شاء الله بتنبسط فيه ونشوفك على قريب. الف شكر سيد حسني خليل من منيارة. قلنا اي ضيعة من منيارة؟ منيارة. منيارة احلى عالم ما هيك؟ منيارة. شو اسم الضيعة؟ بس منيارة؟ الف شكر، ثانك يو فيري ماتش.